مشروع بيتكون من 5 دول في على بحر الأبيض المتوسط. الخمس دول هي إسبانيا، إيطاليا، الأردن، تونس ومصر. كل بارتنر من المشروع بتاعنا بيتكون من جزئين، جزء ريسيرش عبارة عن جهة علمية أو جهة بحثية، بالإضافة إلى جهة تنفيذية، وفي معظم الحالات الجهة التنفيذية كانت عبارة عن المحافظة المناظرة. مدينة اسكندرية هي منطقة صناعية بتحتوي على العديد من المصانع، بتحتوي على مصانع البترول، البتروكيميكال، الحديد والصلب، الأسمنت. وأهميتها بالنسبة كمنطقة صناعية ده بيدخلنا في أهميتها بالنسبة للمخلفات الصلبة، إن احنا إزاي نفكر إن احنا نستغل المخلفات الصلبة، سواء المخلفات الصلبة الصناعية الواردة من الصناعة أو المخلفات الصلبة المنزلية، إزاي إن احنا نستغلها الاستغلال الأمثل. طبعا ده الوركشوب أو ورشة العمل بتاع حضراتكم اللي احنا إن شاء الله هنتابعها، ونتمنى إن هي تنتج بنتائج وتوصيات تكون قابلة للتطبيق ونقدر نستغلها جميعا للصالح العام. Los frutos de esta reunión serán muy positivos para todos. Estaremos trabajando. Sabemos que es nuestra última reunión del proyecto antes de la conferencia final y es un marco incomparable para poder realizarla. Esperamos poder visitar la ciudad y poder disfrutarla. Me enfasé cuando la cradle of civilization me mandé la mosquera. Ahora ya tenemos una mosquera comunitaria. حلولها من الجمع إلى التخلص منها بطريقة علمية. فأنا برحب جداً إن المؤتمر هي الألاينس أو الشراكة اللي موجودة تبقى مع اليورو ميديترينيان فعلاً، لأن هو ده الزيارات اللي موجودة ليه في المنطقة المتوسط بتوري إن احنا في اسكندرية تشارك بقوة جداً في السلوكيات وفي طبيعة الجو فيها، بالإضافة إلى طريقة المعيشة. فأعتقد اسكندرية هتكون مستفيدة جدا من هذا المؤتمر. المزيد من الجهد هيحصل إزاي؟ هيحصل بالمشاركة في المعلومات اللي ممكن تجي لنا عن طريق هذا المؤتمر أو غيره. طبعا وعن طريق إن احنا ابتدينا حضرنا ورق للبري كواليفيكيشن أو الاستعداد للتأهيل للشركات اللي احنا منتظرين هتخش. احنا منتظرين هي شركات شبابيه مشتركين، مستنيين شركات وطنيه سواء هي من اساسيه او من الباطن، مستنيين ونرحب بالشركات الاجنبيه. وطبعا يعني هنكون موجودين لطرح المناقشه في اقرب وقت ممكن.